صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن القبائح والخطايا فاقلعي وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله فهم الرجاء في المفزع. يا نفس من هذا الرقى تنبهي إن الحسين سليل فاطمة النعي. فتولعي وجدا له وتوجعي وتلهفي وتأسفي وتفجعي. منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده بطين الأنزعي. مذ جاء يبدي الصغير جواده يشكو الظليمة ساكبا للأدمعي. يا أيها المغر المخضب بالدماء لا تقصدن خيم النساء الضيعي. إني أخاف بأن تروح قلوبها وهي التي ما عودت بتروعي. لهفي لقلب الناظرات حماتها فوق الجنادل كالنجوم. اطلعي ولزينب نوح لفقد شقيقها وتقول يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكب غاطلات الأدمعي. اليوم شبوا ناره في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي. اليوم قادوني بضربي يا أخي والضرب آلمني وأطفالي معي. حال الردى بيني وبينك يا أخي
لو كنت في الأحياء ها لك موضعي. شنو حالة زينب؟ مسحوبة مضروبة منوبة مسلوبة حتى الخمار وبرقعي. مجلس كل دمعة كل صرخة يعني مجلس موفق إن شاء الله يكون منظور بعين الزهرة عليه السلام. ليلة جمعة نعم تقضى حوائجنا وحوائجكم. يقول وإقى وألم خطوين حين قوض ضعنها من كربلا في نسوة تبدي النعيم مروا بها لترى عزة قومها صرعى تكفنهم رياح الزوبع. فرأت أخاها جثة من غير ما رأسه. حسينا وين الصرخة على الحسين؟ قالت ودعتك الرحمن يا من رزقه اجرى دموعي مثل سحب الهم معي. ودعتك الرحمن يا من رزقه اجرى دموعي مثل سحب أمعي. أنا على الهزل زينب وخوتي على الثرى نوما. جر الونة جر الونة بين القطعة وجفوفا وبين السلبة وهدوما وحاد النوق ما أنصاف مربينا على الحمى. شفت الجثث بعيوني شفت وانخطف لوني صحت يا ناس خلوني أظل ويا أخوتي والقوم عيوا وما يخلوني لن حاد النياق يصيح يلب الخدر معروفا ما واحد خيالك كان يا بنت المصطفى يشوفا. شي تقولين يا اخت حسين راح نروح للكوفة ايام الخدر راحت زينب سمعته صاحت عتبة وللعدو ناحت صدق عقب الخدر يردون للكوفة يمشوني صدق عقب الخدر لني ذليلة مغبطة للراس وطوف ببلدة الكوفة وتتفرج علي الناس ولن الوادم يقولون هاي اخت البطل عباس. آيا هضمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي الناس ملتم وسألوني عن الوليان واسكت من ينشدوني
وسيلوني عن الوليان واسكت من ينشدوني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفون أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تفضل شيخ. الله يسلمك. ان شاء الله. محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. جاء في الرواية المباركة، في مضمون الرواية المباركة: من أراد الله به إذا أراد الله من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. عندما نتأمل في الروايات المباركة نجد بأن الروايات ربطت بين زيارة الحسين عليه السلام وبين الخير. فمثلا من ضمن الروايات هاي الرواية اللي افتتحنا بها البحث، من ضمن الروايات مثلا حنان بن سدير يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، دخل رجل من أهل الكوفة قال له يقول للإمام: تزور الحسين في كل جمعة؟ قال: لا. ففي كل شهر؟ قال: لا. ففي كل سنة؟ قال: لا. قال له الإمام: تأملوا، من الكوفة شقد تبعث الكوفة؟ ما زار الإمام كل سبوع؟ ما زار الإمام كل شهر؟ حتى في السنة؟ يقول: لا. يقول للإمام: إنك لمحروم من الخير. الإمام ما قال له أنت محروم، الرواية ما تقول أنت محروم، الرواية تقول كما هو المنقول: إنك لمحروم. كم أداة التوكيد؟ أداتين من أدوات التوكيد. إن ومو فقط يقول إنك محروم، لا، لا محروم، اللام أهم توكيد. فالإمام يؤكد له بأنه محروم من الخير. محروم من سعد قريب من ويستطيع زور الإمام الحسين وهو زاهد فيها وهو راغب عنها، هذا إنسان محروم، إنسان محروم. فما هو معنى الخير؟ من أراد الله به الخير قذف في قلبي حب الحسين وحب زيارته. نرجع، يتبين إلينا رابط بين شنو؟ بين زيارة الحسين وبين بين الخير. زين، اتضح إلينا. زين، شنو معنى الخير؟ أي خير، أي عطاء، أي نعمة يجنيها الإنسان من خلال زيارته للحسين عليه السلام. شوف أنت لما تقرأ في بعض الآيات المباركة اللي ذكرت الخير، اللي ذكرت الخير، هناك آيات عديدة في القرآن ذكرت الخير. بعض الآيات وآيات عديدة يقول المفسرون، ما نريد نفصل كثير،
لكن كإشارات سريعة. يقول مفسر هاي الآيات الخير فيها هو المقصود به المال. التفت؟ اجي لآية ذكر فيها الخير، اجي لبعض المفسرين يقولوا هنا الخير المقصود فيه إني أراكم، مثل آية إني أراكم بخير، يعني معناها شنو؟ إني أراكم بخير. يقول بعض المفسرين يقولوا هنا الخير هنا رخص الأسعار، في الآية المقصود إني أراكم بخير رخص الأسعار. مثلا في بعض الآيات يجي لآية من الآيات ذكرت الخير، يقول بعض المفسرين هنا هاي كلمة الخير معناها الولد أو الألفة التي تقع بعد الكراهة، فجاءت على معاني متعددة. الكلام لكن احنا نريد في زيارة مال الحسين، مال الحسين يجني فيها شنو؟ يجني فيها مال، يجني فيها مثلا تنفتح له مثلا ألفة بعد كراهة مثلا تكون له شنو؟ أي خير فيها؟ شوف مثلا احنا عندنا في الروايات، في تلك الرواية رواية ابن أبي يعفور يقول للإمام سلام الله عليه، يقول والله تفتوا والله لو حدثتكم بفضل زيارته وفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. أنا لو أخبركم يقول لهم الإمام فضل زيارته يقول تتركوا الحج ما تروح، لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. طبعا هنا قبل ما أكمل في الرواية خليني أطلع إلى رواية أخرى، خلينا نجي إلى رواية أخرى ونعود نرجع. طبعا هنا الكلام حول الحج، الحج وما أعظم الحج، الحج وما أعظم الحج، ثم الحج عن من أعظم العبادات الحج. المهم يقول لو حدثتكم لتركتم الحج رأسا. الحج اللي يقول فيه الإمام لما يقول ربيع بن خيثم يقول شفت الإمام يطاف به محمول على الكعبة، لما قال له إن هذا يشق عليك، قال له لقد سمعت قول الله يشق عليك، يعني لأنهم كان الإمام ينزلوه عند الركن اليماني فيمسح بيده المباركة، قال له إن هذا يشق عليك، قال له لقد سمعت قول الله ليشهدوا منافع لهم. قال له ربيع بن خيثم يقول للإمام سلام الله عليه منافع الدنيا لو منافع الآخرة، منافع الدنيا لو منافع الآخرة. قال له الكل، يعني منافع الدنيا ومنافع الآخرة هاي اللي يجنيها الإنسان من قصده لبيت الله، من قصده لحج بيت الله سبحانه وتعالى. يجي الإمام يقول زيارة الحسين لو خبرتكم، لو أخبرتكم بفضل وفضل زيارته لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. هاي الحج اللي فيه منافع الدنيا والآخرة، إذا كان هكذا فكيف بزيارة الحسين؟ أي منافع فيها وأي بركات فيها؟ أي بركات؟ زيارة الإمام الحسين يقول بدرب الشوق أفواجا سرينا، فلاحت قبة المولى إلينا، يقول سمعنا صوت قدس مذ أتينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عين، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. نعم زيارة الحسين هنيئاً لمن وفق لزيارة مولى أبي عبد الله سلام الله عليه. ولذلك يقول شاعر
يقول دأبت أزورك كل في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذرال مجد في يثرب دأبت أزورك في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذرال المجد في يثرب وعفر خدي بعفر ثراك بحيث دماؤك لم تنضوي وعفر خدي بعفر ثراك لما يعفر خده بتراب كربلاء الزائر يتذكر خد الحسين يتذكر كأني بمرمى على بوغاء كربلاء طريحا عاريا والرأس فوق رأس الرمحين المنادي حسين تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها أي والله تظن السماء على الأرض كيوانها والمصائب اللي جرت على الحسين قال أنادى الذي ما عند لا مذهب ولا دين إن ذبح لحسين بعجل روح اسلب حسين وجب العدو ما يخاف من يوم القيامة وعن راوم الراس ابو اليمة سلب بيد العمامة وحطها على راسه وصار يمر صاب اليتامى بس قصده يحرق قلب زينب والنساوي تقل لا يا ظالم غاذي عمامة الوالي قلبي حرقت ليش تلبس هكبا صاح الذي يلبس رأس برموح عالي وانت من بعده يا العزيزة تستذلي يلا عليك الونة عليك الونة عدوان ما في غمزك وما شريفة اي والله عدوان ما في أم زكي وأم شريفة سلبوا من ثياب البرنس والقطيع وانسلب درعا ويا سيف ويا قاسة كل هذا صار قبال زينب والخواتي حتى قميصا والذي تخضب بالدموع والذي تمزق حين صابه سهم مسموم سلباغ منه وضل على الغبرة بلا هدوء ما جن سبط المصطفى خير النبي وما المصيبة عاد لما نجى الجمال
لجل السلب قام وقطع يمنا والشمال ومن فعلته بالغاضرية صار زلزال واظلم الوادي وما جت السبع الأراضي. هاي المصيبة ناحلتها نوح وآدم ونصبت الزغرة في أرض الطفوف ماتم لما إجا بجدل لجل يسلب الخاتم وبخنجرة حز خنصرة من جف اليمين وبخنجرة حز خنصرة من جف اليمين بعد سلب أولي الله بعد قطعة كريمة ومن بعد سلبة ما اكتفوا سلبوا حريمة وبالصوت ضربوا كم يتيمة يتيمة وبالصوت ضربوا كم يتيمة يا يتيمة ما جن سبط المصطفى خير النبي وحسينا وإمامة. يقول الجمال يقول فأحسست بهزة في الكون. إيه؟ بعد مضي هزيع من الليل موج الجمال تتحمل وقطع يدي الحسين لما أراد يحل التكة يقول أحسست بهزة في الكون وإذا بتابوت قد نزل من السماء قام منه رجل في الشيء حسن الصور خلفه امرأة كأني بها تنادي وولدا ارتمت على الجسد تقول لبني قتلوك أما عرفوك أما أخبرتهم من جدك وأبوك يا حسين قل لي من بر من الجسد راسك واستلب روحك وانتغب مغجة انفاسك من رض ضلوعك ومن بالخيل داسك يوم انقطع وصالك وطشرها بلوغة دقعد وخبرني يا نور العين يا حسين من برا الخنصر ومن برا الجفاين ومن طعن صدرك وهشم لك الجنبين منو ذبح يا ابني على صدرك فطيمك وانت غبرح لك وروع لك حريمك شلون جاوب الحسين بلسان الحال شلون جاوب قال أنا أخاف أحكي لك ومنك ترتفع وأنا عزيزك مات يم الفرات وقطره ما شرب منا بدال الماي يا زغرة شيبي صابغة حنا
أنا قلت اسقوني قطرة ماي ما واحد لفليلة. وحسيناه وإماماه وقد أمره. ومما جرى بعد قتل الحسين أن ابن سعد قال اكبسوا عليهم الخيمة واحرقوها بمن فيها. بيت الدعاء وحسيناه اختم بها المصيبة. بيت الدعاء وأسألك الدعاء. ايش قالت زينب؟ محتارة زينب لما جمعوا على الخيام. قالت يا غادين البخت ردوا ترى احنا ما لنا والي خيامنا لا تحرقوا ترى تتروع اطفالي ردوا عن حريم حسين خيي وارحموا حالي خاف الله يا العدوان لا تشبوا عليهم نار. قال لازم تنظرين النار بالصوان مشبوبة وجم طفل لأخوك حسين بين القوم مسحوبة وجم مخدرة تبقى بلي خمار مسلوبة. قال ايش قالت؟ قالت أني لو عباس لموجود ما غجبت علي الخير ولا سمعوا العدى صوتي ولا عيني دمع عيسي ولزينب النوح لفقد شقيقها. اللهم بالزهراء وأبيها وعلي وعلي وسلم مستودعك.